غرفة. طيب عطنا عبد العزيز. أول شيء صبحك الله بالخير يا عبد العزيز، السلام عليكم. عفوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك أبوي. أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كالعادة. لم كن جالس على المايك، ترى أحيانا جت على المايك. عبد العزيز. لبيت. إي لبيت في مكة. صبحك الله بالخير. برضو ونعيم. وشلونك يا عبد العزيز؟ طيب؟ خير ونعمة. كيف حالك؟ شلون أمورك؟ طيبين. ثنائية جبارة مع أيمن تقومون به. ونعم بأيمن. طيب. مو موضوعنا على فكرة. سم. كفيت السم. عادل بن هيفي بيسلم عليك. عبد العزيز شلونك؟ بخير ونعمه. امورك زينه؟ زينه زمان. خلينا ندردش انا وياك عبد العزيز وناخذ نعطي في 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 دردشه حبيه وديه. سم. انت الان رتمك، اكون صادق معك، رتمك في تصاعد يا عبد العزيز. تمام؟ وهذا الشيء انا اشهد لك فيه. عندك الكثير، لسات عندك الكثير. لكن ابسالك سؤالين يا عبد العزيز. لبيه. هل فكرت في يوم من الايام انك تنسحب من البرنامج لاي سبب إن كان؟ لا. أنت تستطيع أنك تنفي، ممتاز، ولكن أنا عندي مصدر وأنا واثق منه جداً. أيوة. تمام؟ ويحق لك أنك تنفي يا عبد العزيز، يحق لك. أنا لا أقدر أثبت عليك وأنت ما تقدر تثبت عليك. وش تمام؟ وش مصدرك؟ عبد العزيز. أيوة. ممتاز. أيوة. في يوم من الأيام. تمام؟ قرر، قال أني أفكر، ما قرر، قال أني أفكر في الانسحاب بسبة أن فيه تحزبية وشلالية في البرنامج. غير صحيح. غير صحيح؟ غير صحيح. خلاص انا يحق لي اني اتحدث وانت يحق لك انك تنفي فقط. طيب بس لك سؤال ثاني. لبيه. لبي عينك. الان موضوع توزيع اللوكيشنات كيف تشوفه صاير؟ ممتاز جدا. من متى كان ممتاز؟ مع جنت من اول ما توزع. لا كيف من اول ما توزع؟ قبل كنا نحتكر في لوكيشن واحد وكلنا في لوكيشن واحد. يعني بعد إيه؟ يعني بعد ما 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 افتتح المسرح صار عندكم توزيع لوكيشنات ممتاز جدا. صحيح. ما صار يعني في يوم من الايام زحمه لوكيشنات او كذا او زحمه جلسات ما عجبتك تقريبا؟ قبل كان فيه زحمه لوكيشنات. متى متى متى؟ اول ما نفتح انت قلت لي قبل لا نفتح المسرح. اول ما بدا البرنامج ما كان فيه الا لوكيشنين بس، اللي جوا واللي برا. حلو. يعني بعدها بعدها اللوكيشنات بالنسبه لك ممتازه جدا، الجلسات حلوه عندك صح؟ ايه. طيب اتمنى بس من اخواننا يعرضوا لي الفيديو. طيب بنعرض الفيديو بس عبد العزيز جاوب اجوبه واضحه. خلاص خلاص. ومثل الدكتور اللي قال وش الادويه اللي تحتاج تحطها في الثلاجه، قال هي الادويه اللي تحتاج نحطها في الثلاجه. يا سلام. بس نبي نعرض الفيديو. يلا عطنا الفيديو جاهز عند الاخوان في الاعداد. الفيديو اللي ارسلته لكم. اتمنى اذا شافوا في الجلسه خمسه الناس يروحون يروح يسولف مع النخله. ان طالبين كلوه جالسين يسولف. نعلم ما حد يفهم ايش نسوي. ارحاب. جينا ويزعجنا بشيء. لا بيها 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 شوي بيها بردك بردك ساعد يسعد شفنا مطالب بردك بعطيك سبعة بعطيك سبعة. لا هذا العصا بيها بني قصيدة. أخذ العصا وراء عشان يكرش شفت كيف أنا أقسم بالله ما عاد ينفع معهم اللي كذا. أنت تزعل الواحد. يقول أنا قلبي طيب هنيته. والله كملنا كملنا شهر كلنا في جلسة لازم توزيع. والله ما عاد أتعامل بالأسلوب ذا. طيب والله صراحة تفضل. والله صراحه يا عبد العزيز انا اعرفك جيدا، والله ما حبيت الـ 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 الكلام هذا منك، خصوصا انه نواف جاي من بعيد. ممتاز كلامك منطقي في البدايه لكنه حق اريد به باطل. يعني كيف اقول لك يصحوا الاخوان في المثل او نسوي لها سكيب. في البدايه قلت احنا خمسة اشخاص ليش نصير ستة او سبعة؟ كلام منطقي جدا هذا حق. لكن لكن نواف جايك ممتاز ويدندن يبي يحضر قصيده نحتاج العصا. فجاء ممتاز وخذ العصا وراح. وانت وش قلت؟ وش قلت انت؟ وش قلت؟ امتعطت اول شيء في جيته، هذول الناس ما يفهمون، ما ادري ايش من ذا الكلام، خذ العصا ومشى في حاله. تقول خذ العصا ومشى لاني كرشته. انت في نهايه الامر هذا 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 صديقك. ما تقدر تطرده من الجلسه، حتى لو انكم عشرة وجاك واحد ما تطرده من الجلسه، الجلسه مش ملك لك. حتى لو انها اخطا في التصرف، المنتجع هذا اسمعني اسمعني اسمعني، المنتجع هذا يا عبد العزيز ملك الجميع. حتى لو صارت الجلسه فيها اكثر من ستة سبعة تقاطع اصوات، انت انسحب وروح لجلسه ثانيه. لكنك تقوم شخص بحجه انك جاي قبله ما يحق لك. في نهايه الامر انا متسابق، اجلس من وين ما بغيت، والحكم في نهايه الامر للمشاهد. ولكن انه يجي زميلك نواف ممتاز وياخذ العصا ويمشي وتقول كرشته وتتراقص فرحا لذلك، هذا اللي والله ما حبيته منك يا عبد العزيز. ايش رايك عبد العزيز؟ خلصت؟ ايه. اول شيء انا اول مره اشوف تناقض منكم انتم. ايه. اللقطه الاولى قبل مزعجينا في كل ديره، لا تجلسون سوا، لا تروحون سوا، لا تسوون سوا، كل شيء سوا. يوم رحنا تجمعنا في اللوكيشنات
قلت له ليش انت تكرشه؟ انا اول شيء ما كرشته، هذا اخوي وامون عليه ويمون علي. انت قلت عشاني كرشته. اسمعني انت قلت عشاني كرشته. اسمعني انت قلته. اسمعني انا لا اتطول عليك يا سيد الفاضل. خليتك انت قلته. خليني اتكلم. انا اصحح لك بس، انت قلته ولا ما قلته؟ انا قلته. هو يعرف اللي بخاطر عبد العزيز. هو يعرف. هو يعرف اللي بخاطر. هو ما يسمع خسرا يوم قلته. هو يعرف اللي بخاطر عبد العزيز. ما يسمع انا ما قلت له. اسمع، هو يعرف اللي بخاطر عبد العزيز. ما اسمعك. ما يسمع هو راح. كيف يعرف ايش اللي بخاطري؟ هو جاي يوم قلت له خمسه. يوم انت قلت عشاني كرشته كان عندك؟ اي لا اقول انا يوم قلتها الحين راح لو اجي وانشد. انت يوم قلت ما راح يقول عبد العزيز حبيبي. انت يوم قلت عشان لا انت يوم قلت عشاني كرشته. قلت على شخص عشاني كرشته. انت يوم قلت عبد العزيز، خلينا نمشي حبه حبه عشان المشاهد يفهم. انت يوم قلت عشاني كرشته، هل كان نواف عندك؟ لا لا خلاص. كيف تقول يعرف وش اللي في خاطري؟ شكرا لك على الملاعب. نتمنى انها ما تتكرر منك مره ثانيه. تقدر تتحدث معه بطريقه سليمه جدا. في نهايه الامر هذا صديق، هذا صديقك وهذا زميل معك، ما راح يجلس معك ليله ولا ليلتين، بيجلس معك 90 يوم. 90 يوم يا عبد العزيز لا بد ان تاخذ وتعطي معه بكل اريحيه. بعيدا بعيدا عبد العزيز اسمح لي، بعيدا يا عبد، بعيدا عبد العزيز عن الهواش ومدري ايش والكلمات اللي كرشته ما كرشته. هذا مو صديقك، هذا اخوك ساكن انت في مكان واحد. وجه لا لا وجه يا عبد العزيز وكل الاخر. عادي 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 كلمة بسيطة وعادية جدا. اخويك ما له دم. وكان التوزيع بيننا، وكان التوزيع بيننا للجلسات، فالكلمة ما تزعل الرجال ولا هيب اصلا. راح لو يسمعها الحين مرة ومرتين ما هو شايل من خاطره. لا تحط اني انا متكلم. لا لو انا ما تزعل الرجال كان قلت عشان كرشته هو عندك، ما انتظرت لين يروح. لا لا هو خذها ومش انا ما انتظرت لين يروح. ما انتظرت لين يروح يا رجل. ما انتظرت لين يروح وقلتها. لانه ما فيها رد اقولها بوجهه وكلها من وراه عادي. لكن اتمنى يا عبد العزيز لا تصعدها، لا تحاول تصعدها يا عبد بن هيف، لا تحاول تصعدها. وقت كبير للشباب نواف. انا اعرف ان يصغركم عمرا لكنه لا يصغركم قدرا، كلكم بنفس القدر. ممتاز نواف. اتمنى لكن لا تحاول تشخصنها وتخليها من منظور ثاني. عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز لبيه لبيت مكه في هذا السياق. امس نواف المخلفي لعب مع نايف الحزيمي محاوره، كلكم صافين مع نايف الحزيمي وتركي النواف المخلفي رغم ان ابياته قويه. ما فيها الصف نعم. مع فلان وخلى فلان. هذه نعم. ما فيها الصف مع فلان وخلى فلان. لا لا تشجعون تشجعون الحزيمي وخليته نايف. الحزيمي كفو ونواف كفو. اختلفنا ما اختلفنا. كلهم عينين في راس. فاذا صفيت مع ذا ما هو ضدني ضد ذا ولا هو هي كلها كلكم اعيش الجو فقط. ماني مع فلان واخلي فلان. دريت على المعلومه هذه يا ابو منصور؟ نواف انا تركته بس زميلكم يعني ومقابل وشاعر زي من مسيح نصبح عليه بالخير شاعر مو في حاجه توقفون معه. اي فكان الافضل يعني تشجيع بعيدا عن هذا كله. بالمناسبه سلطان الهاجري له بيت يقول الرفيق اللي لي اغبت ما يحمي قفايا جل من صرت حاضر ماني في حاجته. كلهم اخوياي الاثنين. الله لا يفرقكم. انتبهوا لبعض المفردات، لا تحسبون احنا جبناه. هذا مقطع ترى منتشر وشي يعني واضح. انتبهوا بعض الاحيان اذا انت يعني تقول احنا ان شاء الله احنا مشككين. المقطع واضح بس بكمل بس عشان بكمل الكلام. الكلام في صالحك مو ضدك. اذا انت تنتبهون لبعض العبارات لان بعض الجمهور ترى يفهمها. ترى هذا يعتبر العادل يوم جاب لك المحور عشان انت تبين وتبرر ان الرجل بينك وبينه ميانه. انا معلي من الجمهور علي انا اخوي هو فاهمني وعارفني. لا بس احنا انا كمشاهد بعد ليش اقول هذول بينهم مشكله؟ لن ترضى ان الناس يحسبون بينكم شيء؟ انا متاكد اني اعرف الجمهور. لن ترضى الناس يحسبون بينكم شيء؟ ما بيننا شيء حنا. انا يعني بصراحه المحور اشبع خلاص عادل. خلاص والله ما عاد معنا. انتبهوا بس ما عاد معنا وقت. لا لا نعرف نتكلم نعرف وش نقول. هاجل اهبد ولا تسمي. ما ابي اقول بعد تبي اهبد الرماد ولا تسمي يا عبد العزيز. بعيدا عن اسمع عبد العزيز عبد العزيز رجاء اذا كان عندك نيه انسحاب. لا 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 ما عندي نيه وما جيت الا للاول وبجيبه. ما علي الله يوفقك. انا والله ما انا على الصعيد الشخصي ما ودك تسحب انت خصوصا. لا لا انا اتوقع انك الاول انك بتخرج الجمعه او السبت. ايه ما علا ممكن نخطئ. جالس لك جالس لك جالس القناه في ناس من الاحتياط كلمة تكلم انا القناه لا تسولف. طيب شكرا شكرا يا شكرا شكرا. ما ادري ايش قال ما ادري ايش قال. خلها في ذا الرجال خلها ذربه روح الوكاد خلها ذربه لكن في كلمه حق.